الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولي لي بقى قاعدة هنا ازاي؟ يعني فهميني. النبي ما بدك شايفة ما بعرفش وخايفة الحيطان بتاعي كده. الحيطان كلها نفسي بقى تبنوا لي الحتة دي ويبقى لكم الشغل. انت عايزانا نبنيها؟ ايوه عايزاكم تبنوا لي كده دار واحد كمان يعني ما اقولكمش قوي دار واحد. ماشي؟ نهدها ونبنيها. انا اللي ههد علي الهدى ده عليا يعني ما يكونش دعوه. قولي انت عايزه ايه؟ قولي انت هدوا قولي انت عايزه ايه؟ بصي بصي يا حاج قولي انت عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه اللي تبنوا لي البيت. يبني بيت دور واحد بس دور واحد بنفس الشكل اللي موجود فيه دلوقتي بنفس الشكل اللي جيراننا كده زي بيت سمير كده جيراننا كده. طيب قولي انت عايشه دلوقتي في البيت ازاي؟ والله العظيم عايشه في البيت كده. ازاي؟ كده انت بتنامي هنا ولا ايه؟ ساعات بقى باخذ اروح يعني بيات كده يعني عيالي معايا عيال كبيره شباب زي دي والواحد يقدر يروح برضه ينام قدامهم كده. فبتباتي ببقى عايزه اقعد بقى في بيتي ما امشي. صحيح اخبى حاجاتي بتاعتي حاجاتي بس مفيش سقف اصلا. لا ما فيش سقف ما قد محبوك برضه بجريت وقف بس النطره بهدلت وقعت بتاع سقطت نجوم. وانت هنا بقى طول اليوم بتاكلي وانا في اليوم هنا باكل واشرب واقعد هنا. العيش ده بتاع ايه بقى؟ العيش بقى اللي بيخبزوه لي العيال. بيخبزوه لك العيال وبيجيبوه لك وتصحي الصبح بقى هنا؟ بصحى الصبح العيش والطعميه في البيت بالظبط بتاع الدكان فيه الحاجات الحلوه فطير وبوفين وحاجات بنجيب يعني هنا. ما انت بتقولي الحمد لله ربنا رضيكي بالفلوس اللي بتقبضيها. على طول ده ما باكلش عيش على طول ده وبطبخ على طول خميس وحد. بس انا لا باكل تقليه ولا بيض ولا لبن ولا سمك ولا الحاجات دي. ليه بقى؟ عندي حساسيه على سيف. من اني الحاجات الحلوه دي كلها ما باكلهاش يا دوب سليق في المرقه وخلاص بس شويه شوربه حاجات مسلوقه كده بس اكلي ده شويه شوربه في حته لحمه وخلاص. انت اللي بتعمليها ولا بنتك اللي بتكده؟ انت اللي بتطبخيها ولا بنتك اللي بتكده؟ ساعتها اجي هنا البيت ابقى قاعده هنا انا اللي بطبخ هنا. عندي الشعل بس كانت عند الجيران من نار النار. وعندي واجيب اللحم واطبخها واكل وامشي اروح ابات. بس عند بنتك؟ بس عند بنتك. وتيجي تاني يوم الصبح كده؟ وتاني يوم الصبح اجي بقى. انت نفسك تباتي في بيتك بقى؟ والله نفسي اقعد بقى. خايفه تباتي؟ خايفه تباتي؟ ولا اروحش يعني عند حسن الايدمي تقيل، الايدمي منها تقيل. اروح عليكي كل يوم كل يوم كل يوم انا ببقى استثقل نفسي. صحيح. نفوت بيتك وتروحي كل يوم كل يوم اجي اعيط عينيا توجعني. انت عينيكي بتدمع من كتر العياط اللي انا بعيط. أنا بالدم وجعانية وجعانية شفتي؟ بتعيطي أربع مرات في اليوم. بتعيطي ليه؟ إيه اللي بيضايقك؟ أبو فاطمة هي اللي قاعدة لوحدي لوحدك تفوتي الناس قاعدة مع بعضيها وأنا قاعدة لوحدي.